فهؤلاء وفقهم الله عز وجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأغنياء، كانوا يتصدقون ويعتقون. فالفقراء ذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشكون حالهم أنهم لا يملكون ما يتصدقون به، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ يعني حتى الفقير يستطيع أن يتصدق، لكن بنوع آخر من الصدقات غير الأموال. فبينها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. طبعا واضح، تكبيرة يعني قول الله أكبر، تحميدة قول الحمد لله، تهليلة قول لا إله إلا الله. قال: وأمر بالمعروف صدقة. الأمر المعروف يعني ما حث عليه الشرع وأمر به واستحسنه، وهذا يدخل فيه ماذا وماذا؟ الواجبات والمستحبات، لأن بعض الناس ما يعلم أن إذا أمر بمستحب هو يكون إيش ممن أمر بالمعروف. المعروف يشمل الواجبات والمستحبات. يعني لو يعني أمرت أحدا أن يحسن من صلاته، أو أن مثلا يضع يده كذا ويرفع يده تكبيرة الإحرام، كيف يسجد، كيف يركع، لا يستعجل في صلاته، هذا أيضا من الأمر بالمعروف، وإن كانت هذه مستحبات في الصلاة. كذلك لو أمرته بأصل الصلاة، الصلاة واجبة، فكل ما أمر به الشرع هو من باب المعروف، سواء كان واجبا أو مستحبا، يشمل هذا وهذا.